بونسوار مساكم بالخير مهدي بنكم باريز. فرحان كثير اني استضيفكم اليوم في هذه الحلقه الخامسه من قصه صالح القهواجي الزميرلي. حلقه اليوم نشوفوا فيها واش دار صالح في 21 سنه حكم على بيلك الشرق. يا اخي شفتوا من حبسنا المره اللي فاتت؟ صالح يا اخي استقر في مدينه قسنطينه ونصبوا الباي حمد القلي قايد على عروش الشاويه قايد عواسي وزاد عطالو بنته ناسبو وزاد نصبو خليفه ليه لما ما تنسيبو حمد القلي. الداي محمد بن عثمان في دزاير نصب صالح بايع على بيلك الشق كيما على بالكم. الداي محمد بن عثمان يعرف مليح صالح مدة 9 سنين ملي كان خليفة نتاع حمد باي القلي في قسنطينة يطلع له الدنوش لدزاير. والداي محمد بن عثمان يعرفه مليح ويعرف الخصال نتاعو، عسكري قادر على تسيير شؤون البيلك وعنده خبرة كبيرة تحت الباي حمد القلي في تسيير شؤون الدولة البيلك. وزيد على هذا وهذاك الداي محمد بن عثمان يفتش على باي الناس تهابوا وتقدروا باش يضمن الاستقرار في البيلك. الغرامة مضمونة للباي والدنوش مضمون للداي والدنيا هانية والتراك زاهيين. أصعد صالح للحكم وتنصب باي على سنجق الشرق على بيلك الشرق نهار الجمعة 21 جوان 1771. هذا النهار السعيد ليه اللي تحقق له فيه حلمه باش يوصل للسلطة، وفي نفس الوقت هذا النهار كان نهار تعيس في زميل لأنه هذا هو النهار الجمعة 21 جوان 1771 اللي توفات فيه أمه. إذا راكم متشوقين تسمعوا القصة نتاع صالح اللي ولا باي على مدينة قسنطينة وبيلك الشرق أنا مستعد نحكيها لكم. نبداو بسم الله بديت وعلى النبي صليت. مسيتكم طاعة الوالدين والرضا وبحديت اللي خاف ربي واتقى وبالصلاة على النبي محمد قد ما نزل الصيب النافع وما سقى. مسيتكم بكلام المعاني والمتول وحديتي للفاهمين جاملين العقول. اللي حاب يسم يسمع يجلس مرحبا يستمتع ويستفاد واللي ما عجبناه ما يضيع وقته معنا يسير في حاله للبعاد. ناس بكري قالوا اللي يعرف اصله ويقادر بوه ما يوصل الناس ما يسبوه. تسالك الحقوق طال الزمان ولا قصر في الدنيا هذه دير الخير وانساه واذا درت الشر هتفكر ساعدك يا فعل الخير. ايه يا الدنيا قال لك علي على اللي كتبت الطلاس وكرهته في والديه ونفذت في عقد المحارب ربي الظلم حرموا عليه سامع وبفعلها عالم. ايه الدنيا فانية لا حال يدوم. ناس بكري قالوا لا تقولوا احنا وحنا حتى تعرفوا منين جيتوا واللي ما حاز من والديها الرضا يريب له ساس بيته. وقالوا عاصي والديه يكشف الله عليه الستر وبين الناس يرخص مقامه يذل والو سكون القصر يقصر ويكثر سقامه العافية تعافو وينضر وندامة تنخر عظامه. اللي عطاه ربي الصابر يوفي عشورها واللي فتحت له الدنيا بوابها يحذر غرورها. الناس اللي بصرهم ربي بطاعته الدين مسود الخدين ومن ذله رجال ماتوا
اللي ما عرف قيمه الوالدين موتوا خير من حياته. هذه مقدمه بسيطه في انتظار انكم تتلموا باش ما يفوتكم والو من هذه الحلقه ما قبل الاخيره من قصه القهوه دي الزميرلي ولا الباي صالح. يلا نبداو. قالك يا لالا وسيدي على هذاك السلطان والملك لله، اذا كذبت انا يغفر لي ربي، واذا كذب الشيطان عليه لعنه الله. خرجوا عناق العنب من الجنه نتقاسموهم كما كنا، عنقود ليك وعنقود ليا وعنقود للي يعاود القصيه، مول القصيه دا زوج. أمع حكايه القهواجي الليلة تاني سهرين قهوة جزوة، تفضل صحة وعافية. كيما شفر مع بعضانا نصب الداي محمد بن عثمان صالح أمير على سنجق الشرق. في بداية حكمه كان محافظ على توازن السلطات في مدينة قسنطينة. ناس قسنطينة يعرفوه وناس المخزن معاشرينه، هاو كان خليفة يعرفوه ويعرفهم. وكان صالح مهيئ للحكم، وتعيينه بطبيعة الحال ما كانش مفاجأة لسكان المدينة. كما على بالكم صالح كان انفان استراتيج، مصلحته ما يتنازلش عليها. في بداية حكمه صالح بقى محافظ على نفس المسؤولين المخازنية اللي كانوا يعملوا مع البي القديم حمد القلي نسيبه، وهكذا يضمن باللي راهم تحت السيطرة نتاعو. صالح برنامجه واضح، هادي سنين طويلة هو يحضر فيه، على 16 سنة خرج من سمير وصل لدزاير، خدم قهواجي وقعد في دزاير قاجة مع العسكر نتاع التراك اللي هي ليتشيري اللي جاني ساعه 21 سنة، وجا لقسنطينة قعد فيها 9 سنين، في المجموع 31 سنة من اللي جا لدزاير، 31 سنة اللي عاشها في دزاير، و 16 سنة اللي جا بيهم، اتنصب في عمره 46 سنة على قسنطينة. أعيان المدينة تاع قسنطينة والمخازنية اللي واقفين على الوظايف نتاع تسيير المخزن، كلهم ينتظروا في المشاريع اللي راح يقترحها البي صالح في تسيير شؤون مدينة قسنطينة والبيلك. صالح بطبيعته ما عنده ثقة في حتى واحد، ما عنده حتى حبيب، حبيبه الوحيد اللي عنده فيه ثقة هو غراب. صالح قاري تاريخ المدينة والبيات اللي تبارتوا عليها، حاجة ما تخفى عليه، على باله بلي الكرسي اللي قاعد عليه جازوا عليه من قبل 24 باي، وعلى باله كيفاش تنصبوا وقداش بقاو في الحكم وكيفاش طاروا ومن هو خلفهم. من نهار حكم صالح كانت قسنطينة عندها 243 سنة حكم تحت التراك، كل شيء مسجل في زمامات العسكر اللي جاني سار التراك. وعلى باله باللي أول باي تنصب على مدينة قسنطينة والباي اللي كنت عشاق هو رمضان تشولاق باي، خلفه جعفر باي، من وراه مراد باي اللي اتحد عليه شيخ العرب حمد بن صخري بن بوعكاز مع السلطان بني عباس المقراني وطيروه. واستقل بايلك للشرق مدة 10 سنين، أو زاد ولا الحكم للتراك وولادهم، حكم فرحات باي 4 سنين وخلفه بنو فرحات باي، من وراه رجم باي، من وراه خير الدين باي، عبد الرحمن دالي باي، عمر بن عبد الرحمن، شعبان باي، علي خوجة باي، حمد باي بالفرحات، إبراهيم باي، حمودة باي، علي باي بن حمودة، حسين شاوش، عبد الرحمن باي، حسين دنقليز باي، علي باي بن صالح، كلياني حسن باي بوكمية، حسن باي بوحنك، حسين باي زرق عيونه، واحمد باي القلي. دا
باش لحقت الداله لصالح على المشروع نتاع صالح. ما كانش فقط انه يوصل للسلطه، الهدف تاعو واش لازم يدير باش يبقى فيها. الخلاصه اللي استنتجها من الدراسه نتاعو اللي نتاع 243 عام 24 بيفات هي ان الولاء للداي في الجزائر ما يكفيش باش يستمر في السلطه، لازم يكونوا عنده ولاد باش ينصبهم خليفه عليه باش يقدروا يخلفوه بدون انقطاع. المثال اللي عاجب صالح تاع الصح وحاب يطبقه على بيت الشرق هو المثال تاع الباي حسين في تونس. هذا حسين باي بابا تركي ومو تونسية كولوغلي، أمع حكم السلطة في 1705 أعلنها مملكة سماها مملكة الحسينيين وسمى روحه حسين الأول. مدي نسب الحساب يول دولو والبكري هو الخليفة، والحكم تاعو دام 252 سنة من 1705 حتى 1957. يعني نهار تنصب صالح بايع على قسنطينة في 1771 كانوا الحسينيين في تونس عندهم 65 سنة حكم. صالح هادي هي اللي عجبتو البروجي تاعو، طموحات صالح ما خمم فيها حتى باي قبله. في الحقيقة صالح على باله بلي شدا ما يقدرش عليه وحده، هذا يعتبر انقلاب على سلطة الداي وخيانة عظمى للعسكر العظيم اللي وصلوا للسلطة. صالح عنده ثقة كبيرة في نفسه وإيمان بقضيته، أم وجد خطة وعارف طريقه ومعول على الذكاء نتاعه وعلى الغراب رفيقه. العائلات الكبيرة في مدينة قسنطينة في وقت صالح باي سواء من العرب ولا من الكولوغلية أغلبيتهم عندهم وظيفة مخزانية في ديوان باي صالح. صالح دارس مليح هاد العائلات والبعد نتاعها والسلطة نتاعها في وسط المجتمع، وأبعد من ذلك علاقتها بالداي في الجزائر وعلاقتها حتى بولاد البيات اللي كانوا ساكنين في مدينة قسنطينة هذاك الوقت. من بين ولاد هاد البيات اللي كانوا ساكنين في قسنطينة وقت صالح خمرته الحاج إبراهيم ولد أحمد القلة، وعايشة بنت حسين زرق عيونه، عايشين في مدينة قسنطينة الثاني البيات حسين بن حسن بيب وحنك. الذكورة من ولاد هاد البيات العنف المتداول في المدينة، وكل ما يتنصب بي جديد إذا ما عندوش الولاد ولا ولادو الصغار ينصب خليفة ليه واحد من ولاد البيات القدم. هاي صارت من قبل، لأنه في الحقيقة ولاد هاد البيات اللي بقاو في المدينة كيسندو في الضيلة تلحقهم باش يوليو بياتهم عتاني، ومن مصلحتهم يديروا المليحة مع صالح بلاك يختار واحد فيهم وينصبوا خليفة ليه. هكذا لما يموت صالح يرجع أولاد البيات بيات، وصالح من جهته تاوى تاني مدير حسابه وعلى باله
علاقات اللي منسوجة بين ولاد البيات هادو والناس اللي مستحرمين بهم. أهم خطر على صالح من ولاد البيات اللي ساكنين في مدينة قسنطينة هو حسين بن حسن باي بوحنك اللي عنده علاقة نسب مع الخزناجي انت عداي في دزاير، وعلاقة نسب مع قايد الزمالة في مدينة قسنطينة إبراهيم بوصبع. هاد الثلاثة ماخذين البنات الثلاثة نتاع شيخ العرب. هاد النسب هذا خطير على صالح، يشكل تحالف كبير. هو صح أدي محمد بن عتبان حبيب صالح، لكن هو صح فرحان به، لكن قبل تنصيب وبيع لمدينة قسنطينة نظام الحكم واضح في الجزائر. لو داي محمد بن عثمان يطير ولا يقتلوه، شكون يحكم بلاصته؟ الخزناجي يولي داي، وطبعا يولي يخدم مصلحة نسبانه حسين بن حسين بوحنك وابراهيم بوصبع، بحكم هم في ثلاثة مدين خواتات. هاكم شايفين من اللي كانوا لتراك والدنيا ماشية بن عميس. صالح على باله بلي الشهاب الشهاده مليح، كما يقولوا ناس بكري، كل شيء في وقته زين، واللي يزرع على خبزته ياكلها عجين. صالح يستنى في الوقت المناسب باش يتغدى بهم قبل ما يتعشاو به. صالح زوج من اللي كان خليفه، مدي بنت البي احمد القلي، لكن فاتوا سنين ملي تنصب بي ومازال مازادوش عنده الولاد. وباش يسكت الناس اللي تقول عليه براني وما عندوش اصله في المدينه، قرر صالح يعاود الزواج ويناسب عائله كبيره من عائلات قسنطينه. وحتى هاد العائله اللي عطات له بنتها على بالها بيه غريب براني. بصح شكون اللي يرفض يناسب بي؟ عادوا عنده صالح زوج نساء، وخلي الوصفان اللي عنده الوصيفات اللي يتلقاهم صالح هدية من عيان المدينة. بعد هي صح بالك في وقتنا هذا عيب، ما تصلحش عايلة فلان وفلتان عندها العبيد، لكن في هذاك الوقت كانت فخرة. العائلات عندهم الوصفان والخدام، العائلات بيناتهم يتفاخروا الشحال عندهم وصيفة وصيفة. صالح ما لقى وين يحط هذا الخير، لازم له يبني دار. كاينين الديار، كون شتا يشري يشري، لكن صالح يحب يفصل في المدينة ما يفصل مقص في القماش، يا جات راس يا جات رجلي. ما كان عنده ثقة في حتى واحد، لا في مخزنية الديوان، لكن كان يتظاهر باللي يستشيرهم ويسمع آراءهم ويدير رايو. البعيد على مداخل المدينة ونقاط القوة تاعهم، صالح قرر أنه يبني لو كارتي جينيرال تاعكمو في سوق العاصر، حتى أنه يستقر ويوصل السلطة تاعو. بالطريقة هذه يفرض توجهه السياسي الجديد في المدينة، وحتى يأكد القطيعة مع السياسات الباي القدم. كل باي في مدينة قسنطينة سبق إلا وخلى مسجد باسمه، ولما مات تدفن فيه. مثلا البي حسن بوحنك هو اللي بنى مسجد سيدي الخضر في الجزائري، ولما مات تدفن فيه. وكانوا الناس الصالحين تاني يبنيوا زاوية ولما يتوفاو يدفنوا فيها، هكذا يبقى خيرهم وصل والناس تجي تزورهم وتدعي لهم بالخير والرحمة. صالح عنده عقدة براني على المدينة، باش يمد قيمة للجامع اللي حيبنيه لازم له راجل صالح من المدينة تاع بكري يكون مدفون يبني عليه مسجد. وفعلا في سوق العصر كاين تما ضريح قديم تاع يقولوا له سيدي الكتاني. سي صالح ابدا يشري في العقارات
والديار حتى من الخربات والديار الريبة اللي ضايرة بهذاك الضاري حتى سيدي الكتاني شراهم وقرر أنه يبني جامع كبير يسميه الجامع الأعظم يدير فيه مدرسة للمذهبين المالكي والحنفي هكذا يرضي المالكية سكان المدينة وبني عمه الحنفية لتراك صالح ما كانش شهر يفوت عليه إلا وشرى ولا تبادل الأراضي اللي ضايرة بهذاك الجامع وبنى صالح في سوق العصر دار ليه ليلها دار تحتها 16 حانوت بيناتهم باساج يبصر لواحد الجنان وعندها 3 فاصاد ثلاث واجهات فاصاد تطل على المسجد تاع سيدي الكتاني المسجد الاعظم وفاصاد تطل على مقعد زواوه وفاصاد تطل على السوق اللي بناه صالح وسماه سوق الجمعه كي نقولوا سوق سوق ماهوش رحبه رحبه كيما رحبه الصوف حوانت في الوسط وشي داير بها لكن السوق حوانت من حوانت من والطريق بيناتهم والناس دير في البيع والشراء اكتب صالح هذا الدار وملاك خلاف حبوس عليه وعلى ولاده اللي مازالوا ما نزادوش من عرف بكري في وقت التراك وقبلها الاملاك اللي يكسبوها يزربوا يسجلوها حبوس علاش حبوس باش حتى واذا كان طار الحكم اللي يديهم ما يسيزوهمش الاملاك تبقى الورثه نتاعها هكذا بدا صالح وباش يضمن تسير شؤون الجامع الاعظم اللي بناه والمدرسه اللي قدامه اللي تابعه ليه في جامع سيدي الكتاني اجعل لهم مجموعه من حوانت سوق الجمعه حبوس المداخل تاع هاد الحوانت اللي يتكراو يروحوا للجامع باش يسلكوا بهم الطلبه ويسلكوا بهم وشجع ناس المدينه باش يعاونوه اعيان المدينه ماهمش مهابل المدينه ما قلوا فيها الزوي ما قلوا فيها الجوامع داروا حبوس لكن داروا حبوس على نفوسهم وكاين داروا حتى حبوس وقف لمكه والمدينه صالح التلف هاد المشاريع الخيريه هادي في المدينه ما دارهاش بجيبو براني على المدينه ما عنده بوه ما عنده جده منين جا المال هاد الشي كل دارهم املاك الخزينه خزينة البيك عنده مطلق الحرية في التصرف المهم يوفي الدنوش للداي والباقي كله هو البي ومن يحاسب ابن سوق الجمعة اللي ريبتو فرنسا ودارت في بلاستو اللي سير يضحوحو هو باقي لليوم وعطى اليهود الاراضي باش بناو الشارع شارع الدميين هم الدميين راحوا مع فرنسا وبقى الشارع هذاك الوقت كانت دار الإمارة في وسط المدينة ماهيش بعيدة على باب الواد وقريبة من حمام سوق الغزل اللي درك معروفة الزنقة هذيك برود فرنسا صالح بشوي بشوي أملك سوق العصر بكر حتى نوصل لهوا ومن فرحة اليهود على شارع الدميين اللي عطى لهم الأراضي باش يبنيو فيه ويعمروه حبوا يستكثروا له الخير قدموا له هدية من بين الهدايا اللي تلقاها صالح وصيفة يهودية عطاها ربي من الزين ما عطاها قاعدة كي العنبر تقدي وتبخر اللي شافها صالح طيرت له برج من عقله سقساها قال لها من اصلك قالت له جودي صفرت كانوا عايشين في قرطبه والغرناطه هبطوا كي حاوزتهم ايزابيلا كاثوليك وهبطوا للناظور في المروك قال لها كيفاش وصلتي للجزائر قالت له يتيمه وبابا تاجر يبيع ويشري في القش في واحد المدينه اسمها ميليريا بعيده على الناظور ب 16 كيلومتر قالت له بابا ما يخلينيش وحدي يديني معاه هما واحد النهار في مدينة ميليليا
هاي طلع البحر يصدموا عليهم القراصنة تاع التراك صيد النصارى واليهود اللي لقاوهم واللي لقاو معاهم. راحت اليهودية مع باباها في كيل الزيت مساكر في الباب وربعت باباها ما شيء ما عنده ما يديروا به ما يتباع ما يتشرى نحاولوا الصوارد والذهب اللي تاع التجارة ولحوه في البحر. هيا جابوها لسوق العبيد في دزاير سوق النخاسة. وصلت لدزاير في عمرها 16 سنة. صالح كي سمعها واش قال تفكر عمره 16 سنة كيما جا لدزاير. قال له كيفاش وصلت لقسنطينة؟ قالت له شراني مسعود الدمي. هاو يعرفوا صالح هاو سكنت في الشارع في قسنطينة وتبادل معاه ديار البيع والشراء اللي راهو يدير فيه في سوق العصا. قالت له شراني وقاعدين نقدمك هدية للبيع الجديد تاع قسنطينة وراني كيما تشوف بين يديك. سكت صالح زمان وكيلك فيها اسمك. قالت له الفنار فنارك يقضي بالزيت سميني سيدي كيما حبيت. هذا جواب. صالح اللي عمره ما ضحك في حياته تبسم دخلها صالح في الاسلام. يا اخي الدميين لما يرتدوا على دينهم يعيطوا لهم العلوج سماها صالح علجيه ومحها وتلسانها وضرافتها. زاد دار لها ورقه عند القاضي الحنفي باللي تسترجع الحريه نتاعها نهار يموت صالح. ما تتورطش مع الاملاك نتاعو كيما الوصفه الاخرى. والله ما عليها من نهارها دارت بلاصتها. اربع سنين بعد ما نصم الداي محمد بن عثمان صالح باي على سنجق الشرق والله على باي لك الشرق في قسنطينه ابعت له بريه يطلع لدزاير في رمشتعي. جاه الخبر باللي صبنيول راهم صادمين على دزاير. لكن الداي ما كانش مجد روحه. الصبنيول بعتوا له 400 بابور حربي بمدافعه كامل موجه للقصبة. صالح في ظرف قياسي لم 20,000 جندي اتراك وعرب وقبايل بلا الماكر والبارود يطلعوا معاه. وصل صالح لدزاير ونصب المحله نتاعو. المحله هي الكوميليتير بقدره رب العالمين. انتصر الجيش العثماني والعرب اللي جندوهم لتراك في هذه المعركه. هذا الانتصار عزز المكانه نتاع صالح قدام الداي محمد بن عثمان واعطى صالح الاوامر باش يخرج من يمشي من زاي ويدخل لقسنطينه. صالح استقبلوه استقبال الفاتحين في قسنطينه. تشهر اسمه في المدينه وفي البيلك كامل على النصر العظيم اللي حققه في دزاير على الصبنيول الكفار. الشي اللي سمعوه في قسنطينه ما يساعدش بلاد البيات. الغيره عمت عينيها. الخبرجيه نتاع صالح جابوا له الخبر على الشي اللي صرا في غيابه والاتصالات اللي قاموا بها ولاد البيات في غيابه. صالح الاعمال تاعو في سوق العصر والبنيان تاعو ماشي. الخزينه خلصت ما يقدر يعمرها الا اذا كان دار رازيه يعري بها العروش ويلم بها الغرامه والدنوش ويعمر الخزينه بالموال ويفرض السلطه تاعو والسلطان على الناس. هذا واش قراوهم في الانكشاريه. القائد العظيم ماشي هو القائد اللي يكسب قلوب الناس بالحنانه لكن القائد العظيم والقائد هو اللي ينزل في قلوبهم الخوف. اخرج صالح من قسنطينة في حل في محلة عظيمة بعسكر جار وجار جار يعمر يصدم عليه على الناس ويخرب به الديار. ما عنده صالح لا حبيب ولا صديق لا غراب وسابقه ومريده الطريق. عرش ولاد نايل هما المساكن الاولين اللي حط عليهم صالح. طلق عليهم لي جانسير تاعو عراوهم وعرعروهم.
كل شيء داوه طبقوه. ومن بين العروش اللي لقى معاه منهم صالح صعوبات هما ولاد عمر، قاوموه وقتلوا من العسكر تاعو. هما قاوموه قاوموه وصالح غل عليهم، اعطى اوامر لعند الجيش الانكشاري تاعو يجيب له 100 راجل من شجعان ولاد عمر، طير لهم ريسانهم الكل وامرهم يوصلوا الريسان لقسنطينه يتعلقوا على اسوارها باش يبقاو الناس يهابوه ويبقاو في الطاعه. العمل اللي قام به صالح فيه رساله حتى لولاد البيات في قسنطينه والناس اللي ماشيه في صفهم، باش يقول لهم اللي يتامر عليا راني راسه مطيرو. وصل العاصمه تاع قسنطينه بنصر عظيم، والخيولات اللي جاي محملها تاع السرقه دخل منها ما دخل الرحبه اللي كانت في الدخله تاع باب الواد، رحبه الجمال والشي كل والزويل معمره بالسلعه وبالشي اللي جابوا كل خلاهم في كدي تعاتي. الغنايم الاكل اللي ما قدروش يدخلوها بيته انت لليوم معروفه باسم كدي تعاتي. اوصل صالح لدارو في مهرجان كبير والناس الكل في الطريق تبارك، يا اخي الزاد عنده طفل، يا صالح ما هزتوش الدنيا، سماه صالح محمد، انساه ما ولدوش بكري. صالح كان عمره 54 سنة. هذاك العام صالح بدا يسرع في وتيرة المشروع نتاعو. في حومة سوق العاصر الديار اللي شراها والشي اللي دارو الكل، البيع والشراء والتبرز اللي دارو صالح 90% منه في سوق العاصر والحومة الدايرة به وشارع دميين. وحويجة خفاف القصبة في باب الواد وفي طابية. الجامع الأعظم اللي بناه دار له رخام، زخفوا بالرخام وجابوا من الطاليان، هبط على البورن تاع سكيكدا. ولاد البيات اللي سبقوه جاوا خبار بلي راه قاعد يتلاقاو ويتآمروا عليه. صالح أصدر أمر باش يقبضوا على حسن ولد البي بوحنك ويصادروا أملاكه في مدينة قسنطينة وخارجها، واللي يتكلف تطبيق القرارات هو قائد القصبة. في دقيقته هبطوا يلقاوه أهرب. الخبر جيه من العرب، خبروه من قبل باللي صالح ملي رجع من الغزوة الأخرى ناوي يدير عملية، لانه طلب صالح يدير جرد الاملاك حسين بن بوحنك، حسين ولد الباي. صالح ما عندوش ثقه في الناس، ما يثقش حتى في القمجه والبدعيه اللي لابسها، ما يثق لا في سيفه وفي غرابه. قالهم الصالح جيبوه، مادام هرب جيبوا لي نسيبو ابراهيم بوصبع، هاو متناسبين من دين الخواتات. هما راحوا يجيبوه هما يلقاوه هو تاني هرب. حسين ولد الباي بوحنك خبر انسيبو وهربوا لزاير في زوج عند نسيبهم الثالث الخزراجي. ثلاث خواتات مدين مع الثلاثه. صالح فهم بلي هاد الضربه ما بقالو الا يسرع في الوتيره تاع المشروع نتاعو. هو محمد بن عثمان داي في جيب صالح بالصح، يقدر يطير داي يحكم براسو ويتبدل الفلك. او دار صالح ولا كثروا عنده الاولاد، ولدت له مرته الاولى ام هاني وعائشه وفاطمه، والمراه الثانيه ولدت له امينه وخدوجه والحسين. عادوا عنده 7 اولاد. الاخر هذا حسن الزاد في 1788 صار في عمره 63 سنه. اولاده صغار ولازم يضمن لهم مستقبلهم باش واحد ما يحقرهم في المدينه. حاب يشري صالح لولاده نسب في المدينة، في باله كل شي بالمال يتشرى، هاو كسب من المال كثر. الأملاك السكية عاد عنده أملاك كثر من السكان الأصليين تاع المدينة، وكسب كثر من اللي سبقوه من البايات.
كيخلص الملاك كل شريعة طورها البنات البيات، يشري عليهم قل السومة، يضغط عليهم، شرع على عائشة بنت باين بيات قسنطينة، وش بعقود مسجلة في زمامات القاضي الحنفي، شرع من عند مرا يقولوها المازوزية، أراضي خصبة كبيرة خارج ثوار المدينة. هذه المازوزية كانت من أكبر ملاك في مدينة قسنطينة، لما كان عندها بنيان في 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 70 بيت في رحبة الجمال في قسنطينة، يقولوا لها دار المازوزية. يشري صالح الأملاك تاع الناس ويضغط عليها، اللي باغي يبيع يبيع، واللي ماشي باغي يبيع يبيع. وصالح يستنى في وليده يكبر شوي الكبير محمد باش يقدر يطلع مرتبة الخليفة، لكن الطفل مازال صغير. عقود البيع كل سجلها صالح لابنه، كل رسمهم وقف على ولده. في حياة صالح كسب 50 حانوت، 20 دار، حمام، قهوة، جنينة، دار للمرضى الانكشارية، هوبيتال ميليتار، ما يعالجوش فيه العرب غير تاع التراك، كسب فابريكا نتاع نسيج، فندق ب 77 بيت، رحى خارج طوار المدينة، قيطع أراضي زراعية بآلاف الهكتارات، جنانات الفاكهة في عنابة، جنانات النخيل في بسكرة، مخازن، وكالة في باب المنارة في تونس، أكثر من 80 عقد مسجل باسمه في زمامات الحنفية موجودين اليوم في قسنطينة. العشرة منهم حطهم وقف على أولاده. صالح سكر بالسلطة، وش ظهر له يدير؟ خزينة البيلك هيا جيبه، يشري بها الملاك ويماركي على نفسه. بصح دار الصلاح، بنا جامع في عنابة، وداروا زوج منارات، منارة رباعية كيما المساجد تاع الملكية، ومنارة سداسية كيما مساجد التراك، ويصلي في هذه المسجد الملكية والملكية والحنفية. المسجد هذا اليوم موجود في عنابة، وبناه صالح باي، وطبعا المشاريع تاعو، المسجد الكتيس من المسجد الأعظم، والمدرسة اللي يقروا فيها التفسير والعقيدة والقضاء والسنة، يقروا فيها المالكية والحنفية، والحوانت نتاع سوق الجمعة. هو المسجد هذه الزنقة تاع الحوانت ريبتها فرنسا، وبناه فوق القنطرة تاع الرومان جهة باب القنطرة. قنطرة ماهيش عريضة، واطية على القنطرة اللي شايفينها اليوم بناتها فرنسا، تاعو واطية. جاب لها لارشيتكت من جزر الباليار، هو اللي دار لها البلان تاعها وهو اللي بناها. هذيك الزنقة تاع باب القنطرة من سيدي من شارع باب القنطرة كانت كل تراب دنيا هاملة، زنقة هاملة. لكن العلجية اليهودية اللي دخلها صالح في الإسلام، من حلاوتها لسانها معاه ومحبتها ليه، ود صالح اليهود بني عمها وعطانهم هذاك الأراضي كل من الشارع وهبط حتى باب القنطرة باش يوسعوا على أرواحهم. كانوا كل ساكنين هذا على هذا في باب الجابية مع العرب والمسلمين، استقروا. لكن شرط عليهم صالح يبنيوا بسواردهم، هكذا يكونوا مجاورين في قلب المدينة الجديد. هاو الجانب الاقتصادي سوق الجمعة، السلطة الدينية الجامع الأعظم والمدرسة تاعها، وسلطة القرار السياسي دار صالح. سوق العصر ذاك الوقت كان هو وسط المدينة، حتى من صلاة الجمعة أفرض على الديوان تاعو المخزنية يجيو يصليو في الجامع الأعظم، في جامع صالح باي، وما عادوش يروحوا يصليو في الجامع اللي كانوا يصليو فيه مع الباي اللي سرقوا، جامع سوق الغزال. سلطة صالح سلطة عظيمة، والتبادلات التجارية بينه وبين الدول الأوروبية، صالح بنى المرسان تاع سكيكدا وسهل التجارة مع المركانتية. المركانتية لي ميركونتي هي تسمية طليانية
يسمي بها لي كوميرسان مالونيت. هذاك الوقت الناس تبيع وتشري حتى في العباد. هاد الكلمه مزال نسمعوها، يقولوها المانين المال، هام يقولوا المركانتيه. صالح بالنسبه لي الحيله والاحتياف في كسب المال ذكاء، اقرب منفذ بحري ليس كيكتا. حتى من الرخام اللي زخرف به الجامع نتاعو اللي بنفسه العصر، رخام اسود وابيض، جابو ووصل للمرسى وهبطوا على ظهور الزبايل. هو يعلن الصوت كسر في الطريق وله تسرق كش ما خدموا طرق، لكن صور البير كاينين كي يسخ الصالح يدير يخرج يدير رازية ويروح. اللي خالف صالح راسه يطير، ناس وسكان الدين يهابوه وغرابو دي نصب عشوفو قدارو. الشخص الوحيد اللي كان معارض صالح والظلم تاعو هو سيدي محمد الزواوي الحنصالي، اللي الزاوية تاعو في جبل وزقر دام الشطابة، عنده مريدين وأتباع، أسرى بينه وبين صالح ما أسرى. هذه 18 سنة وصالح بي على سنجق الشرق. أدي محمد بن عثمان فرحان بصالح وبحكمه، يطلع له الدنوش في الوقت والهدايا بلا حساب، الدنيا هانية والعلاقات مليحة مع باشا تونس حمودة. كل ثلاث سنين قفطان 18 سنة صالح يلبس 6 قفاطة. الناس الكل تهابوا وتقدروا، والناس نظف المدينة من المعارضين، لكن الخبر جي نتاعو وصلوا له خبر ماهيش مليحة. قالوا له واحد يقولوا له محمد الزواوي الحنصالي عنده زاوية جهة الشطابة في جبل وزقر، عنده أتباع كل نهار يزيدوا، والعروش المظلومة على يد صالح تهرب تشكيله. وقالوا له راه عنده كرامات عظيمة. صالح ما عمرش راسه بالحكاية هذه، الملك والجاه اللي وصل ليه حاجة ما تخوفه، هو يحيي وهو يقتل. تفكيره في الوقت هذا كامل حاب يوسع ملكه، القوة اللي وصل ليها تسمح له أنه يزيد يبعد وين أكثر ما وصلوا للبيات اللي سبقوه، باش يرفع السمعة تاعه عند الداي يفرح به لما زاد وسع الملك وجاب غرامة ودنوش جديدة، وهو يخدم المشروع تاعه باش يستقل على حكم الداي ويضم أراضي جديدة باش يزيدوا له قوة. وفعلا صالح ركب الفرصة البيضة وقرر يهجم على سلطان تقرت. هي هذاك الوقت تقرت مستقلة وكان عندها سلطان الشيخ فرحات. في اكتوبر 1788 اخرج صالح في محلة عظيمة وكركر معاه المدافع على ظهور الزويل وهبط معاه جيش عظيم. مشى صالح من قسنطينة لباتنا، من باتنا لبسكرة، فات على سيدي عقبة، على سطيف، سطيف حتى وصل للمغير. من المغير لعين الشيخ، جاي هابط على تندلة، أدخل صالح في السحاري. الناس والسكان تاع ديك المنطقة عمرهم ما شافوا عسكر التراك عندهم، يبعثوا الفرسان بالخبار. وصلوا قالوا لهم راهو جيش الترك قاصدكم، اتحاصرت المدينة وتغلقوا البيبان. تلت سمانات وصالح محاصر تقرت ومدافعوا الدك في سوارها ومن جهة الباب الأخضر. الجيش انت صالح غلب، البرد كلا جنابه، هاو شهر اكتوبر كيما فاتوا على الدوراس عند الشاوية التاج للركبة. القياد الكبار تاع اللي مع صالح نصحوه يتفاوض معاهم ويفك عليهم الحصار ويروحوا. حلف صالح يمين ما يرفد الحصار عليهم ويصير بالمحلة تاعه ويروح، الا اذا دخلت القرد وطوع سيادها وحلف يغرمهم غرامه
ما غرمهاش القبيلة من قبلهم، وقالهم وحلف باللي اخبارهم تمشي من السحاري للتل، واللي يجي يدبر عيد بارا خلاف راسه يطيره. غراب صالح سابقه يوري له في الطريق، في تقرت غراب صالحة هو اللي يجيب الخبورات، هو الدرون تاع صالح. كي وصلوا حاصروا المدينة، غراب صالح سكن في عش حمامة فوق المئذنة تاع المسجد تاع تقرت. هاو عينو على السلطان تقرت وعيال المدينة ويشوف في كلش ويجيب الخبار لصالح بلا تيليباتي. صالح فهم باللي القصة قصة ايامات، راهم يشاوروا بيناتهم ويستسلموا. والغراب تاع صالح خبر باللي راهم عندهم لا سلاح لا عزيمة باش يقاتلوا. وهكذا كان الحال. الشيخ فرحات سلطان تقرت جابوا له الخبر، قالوا له بايل تراك راهو يقولوا ما يقول. قالوا نطلب مشورتكم واش تقولوا في حضرة الديوان، هو تاني عنده المشايخ. قال نورو كون يدخل علينا العسكر تراك راهو يخلينا ويسبينا. يظهر نفتحوا البيبان ونتفاوضوا معاه، لا به الماء نعطيوه ولا بغى نسب الناس به، ونحافظوا على مكانتنا بين السياد. امرهم الشيخ فرحات سلطان تقرت الاستسلام ورفع الرايه البيضاء فوق الجامع نتاع الصلاه وين معشش الغراب. الغراب صالح شايفهم جايبين الاعلام الابيض اي طري يخبر صالح. اخرج صالح من الخيمه تاعو يتفرج في النصر العظيم، بيبان مدينة تحل. وهكذا صالح أقدر يضم تقرت السلطان على حكمه وحكم ولاده من بعده. من بين الشروط اللي شرطها صالح على سلطان تقرت، شرط عليه يسدلك له كل تكاليف الحرب من اللي خرج لقسنطينة نوصل مروح ومشي. 300,000 قطعة ذهبية وزيد أجود أنواع العودة والعبيد السود بلا حساب. خرجت في ذيك السلطنة العبيد من مالي طالعين هابطين يبيعوا ويشريوا. وشرط عليه يطلع الغرامة في وقته ويجي يدي الدنوش في وقته. السلطان قبل. المحلة قازرنا تتحرك، امسار بيهم صالح ومشى بيهم روح لقسنطينة. رد الردة وغرابو سابقو طالعين للتل. في العودة نتاعهم فاتوا على عروش الشاوية، كي عادوا هابطين عرضوا عليهم الشاوية يقعدوا يريحوا دايرين معرضة وكلش. هم يعرفوا صالح وصالح يعرفهم وكان قايد عواسي. كي عاد هابط قالهم عندي شغل كي نولي رحمها ربي. لسياد الكل جاو يقدم له التحية ويباركوا له الفوز تاعو العظيم على سلطان تقرت. فات على بني معافى عايلة توتا تفهموا العروش تاع الشعوية يديروا عرضة كبيرة للبي صالح هل يعرفهم ويعرفوه. اتفقوا لما لقى يكون في المعذر بلاد الحراكتة. احضر العرش تاع البازيد وعيان سريانة، عرش ولاد دراج مباركة، عرش ولاد السي أحمد بن عمر، عرش بن يفرن، لفزازنا مباتنا، ولاد سيدي يحيى، ولاد أيت حملة، ولاد شليح من مروانة. وحضروا عروش وسط الوراس العالي والوراس الوسطان من مثل أيت عبدي وبني معافى. وخلي 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 العروش بزاف. أوصل صالح الفزديس أمر القيادة تاع المحلة قال لهم نصبوا المحلة تاعهم في جرمة ماهيش بعيدة عن المعذرة، يباتوا فيها ليلة والصباح يكملوا المسير يتلاقاو ويمشيو لقسنطينة. صالح مع الحراس المقربين تاعو الشواش مشى طول المعذرة وخلاو العسكر كمل الجرمة. أوصل صالح للمعذرة مع العاصة، واش من استقبال استقبلوه، استقبال لازم يليق بمقامه.
دخلوهم قاعدوهم، هذه خيام منصوبة وبر، وهذه دنيا، وهذه بنادر ورحابة، رحبوا به. شاو يا كرامة صالح في الخيمة وغرابوا فوق العرصة نتاعها، ما يتفارقوش، والشاوية على بالهم قصته، على بالهم قصة الغرب اللي ما يفارقوش. لكن واحد ما على باله وش السر اللي بيناتهم. العصر الانكشارية التراك نتاع صالح، وصلوا لجرمة، جرمة القبالة، حطوا الرحيل للبيت. هاد الانكشارية هادو تاع التراك كيكون القايد نتاعهم غايب، ما كان ما يضبطهم. الصبة تاعهم الطيب عشاهم، واحد من الطباخين يسمع في الغنى صوت مرا تغني، يدور لصاحبو يقول له هيا نخرجوا نروحوا نشوفوا واش كاين. يمشي ويقدموا، يوصلوا للدوار يلقاو عرس راكب، عرس حمودي ولد مسعوده. هذا ما تسعفر دعوينا، يشتي واحد الطفله يتيمه انت في الدوار، ما ربيها جدها يتيمه وهو يتيم الباب، فوحيد ميمته مسعوده، ولا رويجه 17 سنه زوجت الدوار كل معروف، من هو اللي يتخلف على عرس تغني فيه مسعوده؟ عندها تغني بالشاويه وتغني بالعربيه، عطاها ربي واحد الصوت ينحي على القلب غده ويزيد بعد العمر الطويل مده. انسى هكا كيرحبوا، والطباخين تاع الانكشاريه مقدمين الدوار، يشوفوا في عجيزه تمشي وست معزات وراها دخلتهم للكوري. هذاك التركي وصاحبه جايين قاصدينها، راح يسرقوا المعيز. كي شافتهم العجيزة المسكينة بحلالة الروح تخلي المعيز وترع بالجريان. وصلت المغبونة على آخر روح، واش بك ماجودة؟ قالت المعسكر لتراك رام جاب. يسمع حمودي ولد مسعودة العريس ينحي الخزرانة تاع ماجودة ويخرج يجري، لحق وراها الرجال يا ها يا ها. على الشاوية ما يحملوش الذل، واللي يكسر عليهم الحر ما يقتلوه، والو يكون الباي بداتو. لتراك في زوج حاكمين معزة معزة، الاخرين هربوا لهم، يشوفوا في شباب جاي قاصدهم، ما يخافوا منه ما التاو بيه، هو نيتو يهضر معاهم. هو وصل لها واحد من التراك في زوج يسد الخنجر ويضربوه في مقتل في بلاصتو. طاح المغبوب، ينطق التركي صاحبو نزربو رجعو المحل، قالو فيقو بينا. هربو لتراك، هربو وناس الدوفار جاو يجراو، يلقاو حمودي المغبون يلقاو علاوة مسكون في الأرض، طفل اسمو علاوة. ملي كان عرس ولات جنازة، سيدي رابح هو اللي جاب الخبر، راح عيط للعجوزة تاعو مطاوس، قالها قولولها بالعقل برك على أمو مسعوده تغني، ما جايبه خبر هي تغني على ولدها. هي ويمينة ومع الجيه وصالحه مدايرين صف بصف ويرحبوا، تغني على ولدها، ولدها اسمه علاوه، تقول رجلي ورجلك يا علاوه، رجلي ورجلك لا 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 لا، رجلي ورجلك داله بداله، نلحق نخرج للعديان قباله. وتلغط فيها بداك الصوت الحنين، اللحن تاعها راه في ودنيه، تزرع تقول رجلي ورجلك بابا حني، انت اخويا بابا وابني، انت اخويا بابا وابني، وانت يا لباس القطني. وتزرع يوصل هذا الخبر المغبونة، واقفه قعدت في بلاصتها، جابوا لها المغبونه وليدها، عملها هوت في برنوس ليله عرسه. ما بكاتش مسعوده من القهره اللي في قلبها، حلفت يمين اللي قتل ولدها ما تقبل عزاه وما تدفنه غير اذا خدات بتارو. ناطو الناس الكبار تاع الدوار، راحوا لقايد المحلة اللي ناصبين قدامه، راحوا عنده قال لهم واش بغيتو؟ قالوا له العسكر تاعكم تعداو علينا وقتلوا لنا واحد. قال لهم ما كانش منها، واش هو البيع؟ داولوا معاهم الخنجر التركي اللي تقتل به علاوة المغبون. كي شاف قايد المحلة الخنجر قالوا له طالبين الحد. انطق قايد المحلة قايد له مش تحسبوا في رواحكم، هذا هو عسكر التراك، عسكري تركي بقيمة 100 منكم،
قالوا نوصلوا الخبر لصالح باي. قال له صالح باي التعليمات اللي عندي، الجيش التركي عنده حصانه واللي يشكي منكم يطير راسه. جا المره الحين خرجت مسعوده تشوف واش داروا فيها، قال لها الصبر لله، البيع عطيهم حصانه. الناس الكبار تاع الدوار قال لها يا مخلوقه نعلي الشيطان، انت وليا واش بيدك دير؟ ما عندك لا جاه ولا سلطان، هذا عسكر صالح موش عسكر سليمان اللي حاضر على النمله. وقالوا لها راه ما يطولوش ويروحوا، راه بيتي ليله والصباح ومربحين. كي سمعت مسعوده باللي صالح بي عنده عرضه كبيره هو وغرابه عارضين عروش الشاويه في المعذر والسهريه بالبنادر والقصب، نطقت مسعوده لسيدي حمو قالت له يا سيدي راني هابطه المعذر. قال يا مخلوق راهي انت روحي. قالت له لا لا رايح نغني في على صالح بي، وصلني برك من هون اللي ما يعرفش بصوتي، هي حق صوتها مسموع، يعرضوها للعرس. غنات في سريانة في طاقة في فم الواد في المعدر، غنت حتى في قشيدة. خمم خمم سيدي حمو قال لها إذا الشي برد لقلبك سير جونا الفرصات. وصلت مسعودة وسيدي حمو مع المغرب، لقاو حراسة كبيرة تسمى واحد ما يقدم الخيمة اللي فيها الباي وشواشو. قال لهم راني جبت لكم بنتي تغني في الصحراء في الصحراء. سيدي حمو ماش بدلهم حتى هضر على القصة واش صرا في دوار، حطوه في خيمة خلاف بعيدة على الباي. صالح مع قياد العروش ما كاين واحد ما يدخل عنده. وقت عشاء حطوا للرجال العشاء، هادي برابش في قصع والحكومات وهادو طيصان البن والزبدة عايمة عليها. هذاك النهار خميس ليلة الجمعة الحال بارد، بصح السما صافية، ليلة نصفية القمر ضاوي. وصل الوقت الغنى خرج الرحابة للطرحة، هما يستناو في مسعودة تتغني ورا الحيالات. هي حابة تشوف صاحب عينيها، هو سبي موت ولدها. خرجت مسعودة للطرحة لابسة فارس قندورة وبرنوس ولابسة ومنقبة ولابسة القنور. الرجال والناس الحاضرين والخيمة تاعهم بكل منصوبة بينها بين صالح 100 متر. هزت تقول بالصوت صالح يتعشى ويسمع فيها. قالت مسعودة سقسيتو قالوا عليه برانو ما عنده جدود على اصلا من على صالح، حالفه قبل ما نتكيه قرداش نندب خدوده. والقصبة ترد عليها صوتها يشرق التنايات، من كثرة ما صار فيها العشية هذيك ما غناتش بالقرجو ما غنات بقلبها. زادت قالت نسرج ونركب في الحين نغدى ونعرف طريقه على قسنطينة طريقه، من دم نخضب اليدين والقلب يطفى لهيبه. رجال الشاوية والأعيان ولاو يقلبوا في يديهم يشوفوا مع بعضها، وشو هاد الهضرة وشو هاد المعاني، وما على بالهمش وهاد الشي ما يتقالش في حفلة كيما هكا يستقبلوا بها باي. كون صابوا مسكتوها وما على بالهم على بالهم وين رايحة بهضرتها. صالح يسمع ينطق شيخ من اللي قاعدين معاه من العروج باش يذهب الشقرة في الشقور. قال لصالح الحال بارد يا سيدي. صالح دوح براسو ما جابوش لا تيسمع. كملت مسعودة غنايتها وقالت بالفضل راه ينفقص فيه والبرد يحكم جنابه، محرمة وراسي نعريه معقال نطيح غرابه. صالح سمع كلمة الغراب والكلام اللي قالته والبعد تاع المعاني اللي قالته، نحى صالح المغرفة حطها من يده وتبدل حاله. إذا تحبوا نسمعوا وش قالت مسعودة، الصوت راهو قديم لكن خليكم تسمعوه باللقطة نتاعها وبالقصبة شاوي.
تسمح مع قلبي على وليدي. عيني وعينه يا مفراد قلبي وقلبه ما عطات محمع قلبي عيني يا فراد عيني وعينه ما عطات محمع قلبي يعني يا فراد عيني وعينه قلبي يا المسلي سل سيف عليه قرطاسي واتيش بينا هاي هاي الغرز اللي سل سيف عليه قرطاسي ما تيش بينه سقسيتو قالو عليه بعراني مالوش دودو سقسيتو قالو عليه بعراني مالوش دودو هاكبر يا قرداش ننجب خدودو حال فقد ما تكيه قرداش تندب خدودو زرج ونركب في الحين مهدا ونعرف طريقه زرج ونركب في الحين مهدا ونعرف طريقه فضل عيا نفقص فيه البرد يحكم جنابه فضل عيا نفقص فيه البرد يحكم جنابه أكبري محرمة وراسي تعريب معقال طيح غرابه محرمة وراسها تعريب معقال طيح غرابه ماذا تمحن قلبي على حبيبي تمحن قلبي على بريدي ما كبيري يا ما بريدي يا فراق عيني يا فراق عيني وعينه على وليدها علاوة ما فراق عيني وعينه هذا وش قالت مسعودة في الصحراء صالح بيت قاعد على الصحراء على الكلام اللي سمعه وش راح يقول لهم جيبوها أنا قلت لها ما صلحتلوش ضيف عندهم هذه معروضة جات تغندير ولا جات تدعي عليه وحتى مسعودة لا كحلت بالنعاس مع طلع الفجر خرجت تفتش على غرابه عم قالوا لها غرابه ما يخطيش شرقت الشمس خرجوا الفرسان تاع صالح هز راسه يفتش على غرابه كي شافوا اركب فوق الفرس البيضة وعطى الأمر لمسير مداير رونديفو في عين ياقوت هو والمحلة ومن عين ياقوت يمشيو لقسنطينة صار حكب الفرصة وغرابه طاير فوقه هي شافته مسعودة ويتنحي المحرمة من فوق راسها طبقت محرمتها صنهاجي طاب استرفدت حجرة لها وتتمع قالها دعات ربي وشالت بقدرة ربي وما دعات الحجرة اللي قاس الغراب خفاته صالح فوق الفرصة أنا جايب خبر ألف الغراب تخفى والفرصة نتاع الغراب هجت هزت رجليها اللي من قدام وتصهر يجي صالح من الزرف طاح صالح من السرج تبه ديلة كبيرة على الناس اللي معاه كل شافوه طاح نزلوا الجارة والشواش والقياد اللي معاه وقفوه جاتوا طيحة كبيرة قشوا مرمد بالطيونات واش يقولوا صالح طام الفرصة يقولوا عليه كبر ومرض شيخ بحلالة الروح معاه وقفوه يسل سيفه من اللي من يجر على الليسرة انحر الفرصة في بلاصتها باش يقول لهم هذا الدرس اللي عارضني راي رقبته للسيف ناضوا للجاراو نحاو السرج من الفرصة المذبوحة سرجوا له فرصة خلاف هز راسه يفتش على غرابه لا ما على بال وسرا صالح وغرابه هو تدبيره
هذه أول مرة من اللي خرج صاحي قهواتي من سمير حس بالخوف اللي نحال الخوف في حياته كاملة هو الغراب. يا هل ترى صالح يقدر يكمل المشروع نتاعو في مدينة قسنطينة بلا غرابه؟ نشوفوا مع بعضنا في الحلقة الجاية والأخيرة إذا كان صاحي يقدر يجيب القفطان السابع من الجزائر 21 سنة حكم. نشكركم كثير على اهتمامكم. تحياتنا للشوية والناس الغراس الناس خلجنا وكل واحد كل الشوية وين ما كانوا وكل الجزائريين وين ما كانوا. I'm